مساء الخير، اهلا بكم مشاهدين قناه الصحه والجمال. معكم اميره يحيى في حلقه واولى حلقات برنامج جمالك مع روعه. هنتكلم عن الجمال وهنتكلم ازاي تبقي جميله حتى لو انت محجبه. الحجاب مش بينفي الجمال خالص، ومش لازم عشان اكون بحافظ على نفسي وبهتم بنفسي ان انا اكون مش محجبه. في برنامجنا هيكون معانا خبيرة التجميل اللي هتكون معانا في كل حلقة، الأستاذة روعة الموجي، خبيرة التجميل صاحبة مركز بيوتي سنتر ليلة العمر لتجهيز العروسة ومركز هيلسي هيل لعلاج الشعر. اسمحوا لي في بداية حلقتي إن أنا أقدم التهنئة للأمة الإسلامية بمولد بعيد مولد أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كامل النور. كل عام والأمة الإسلامية بخير ويمن وبركات. هنرحب النهارده بضيوفنا وهنعرف من خبراء التجميل ازاي تكوني جميله. مساء الخير. ازي حضرتك يا استاذه روعه؟ الحمد لله. الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك بخير والامه الاسلاميه كلها بخير. امين يا رب العالمين. في بدايه الحلقه عايزه اعرف من حضرتك نفسيه المراه بتتغير بجمالها ولا لا؟ ده عامل اساسي في كل حاجه، مش في الجمال بس، في الصحه وفي الجمال وفي الشعر وفي العين وفي كل حاجه وفي السنان وفي كل حاجه. الست الجميله بتبقى فرحانه بنفسها؟ اكيد طبعا بتتغير 180 درجه نفسيا طالما هي نفسيتها مرتاحه. اول ما بتبقى جميله بتحب نفسها، بتحب نفسها، بتحب تشوف نفسها. قبل ما تشوف نفسها. طب احنا المفروض المراه تهتم بجمالها عشان نفسها ولا عشان تكون جميله في عيون الاخرين؟ لا طبعا عشان نفسها اكيد طبعا. بتعمل ايه بالاخرين؟ لا ما اكيد في سيدات كتير جدا يعني بيهتموا بجمالهم علشان ازواجهم وعشان اللي محيطهم وعشان يكونوا بصوره جميله قدام الناس. لا هي تحب نفسها وتهتم بنفسها عشان خاطر نفسها. يبقى العامل الرئيسي حبي نفسك وحبي جمالك بس كده. هي طالما هي حاسه ان هي جميله كل حاجه حواليها هتبقى جميله. تمام. وينضم لينا في الحوار وهتكون معانا استاذه امل الحديدي خبيره تجميل ومصممه بروتين صاحبه مركز كاريزما بالمنصوره. مساء الخير يا فندم. كل سنه حضرتك طيبه. طبعا بدات سؤالي مع استاذه روعه عن نفسيه المراه الجميله وازاي بيتغير نفسيتها. النقاب، وبسم الله ما شاء الله انا شايفه ان حضراتكم منقبين، هل النقاب او الحجاب بيتنافى ان مع الست انها تهتم بنفسها وجمالها؟ لا لا ابدا خالص، بالعكس ده الحجاب ده شيء جميل جدا بيزيدها جمال. اكيد يعني ما شايفه كده كل البنات او كل العرايس بيجوا محجبات بيبقى شكل جميل وبدي اناقه، مش شايفاه مشكله يعني خالص. ما هو مش مشكله، بس في ناس كتير قوي بيقولوا ان الحجاب وكتمه الشعر او المراه المنقبه او المراه المحجبه مش بتهتم قوي بجمالها والميك اب والكلام ده كله. لا هل ده حقيقي ولا لا؟ مش حقيقي خالص. الاهتمام بالنفس ده بيبقى داخل من عامل الشخصيه ذات نفسها، مش شرط حجاب او غير حجاب. يعني انا لو بهتم بنفسي او بحب نفسي داخليا هبقى جميله في اي وقت. اكيد طبعا، مش محتاج حجاب او من غير حجاب، ده حاجه شيء معروف. ارجع لحضرتك يا استاذه روعه، عايزه اتعرف منك على تاريخ وباع استاذه روعه في مجال التجميل. تاريخ طويل، 19 سنه. بسم الله ما شاء الله، مش باين على حضرتك خالص. لا ما دخلتش في نفسي. يعني بداتي المجال من وانت صغيره؟ اهو. البدايه كانت منين؟ البدايه كانت بالصدفه. كنت انا وانا صغيره كنت يعني كنت بهتم بنفسي طبعا، لسه ما كنتش بقيت منتقبه. ما كنتش ملتزمه نوعا ما. الحمد لله ربنا كرمني طبعا بالالتزام. فهي جت بمحض الصدفه طبعا. كان واحده جارتي كانت ظروفها مش حلوه، وانا طبعا معروف ان انا ايه عندي ادواتي وجميله وبتزوق كانت ظروفها وحشه وقالت لي انا عايزاكي تزوقيني في فرحي وعشان ظروف عريسي معهوش فلوس وكده. تمام. طب خلاص مفيش مشكله. والله نزلت اشتريت لها الحاجات الفصوص اللي كانت طالعه ساعتها ديت على حسابي ومش عارف ايه وزوقتها. من هنا البدايه بدات. اه. الميك اب ارتست فن ولا تعليم ولا لازم يكون في موهبه؟ لازم موهبه، دي اول حاجه. تمام. بصي اي مهنه ما فيهاش موهبه ما بتنجحش. لسبب صاحبها اولا ما بيتقنهاش، ثانيا بيبقى بيعملها وهو متضايق. في اوقات كتير قوي بنلاقي كتير من الكورسات وغيره لتعليم الميك اب ارتست لو عايزه تتعلمي ميك اب او غيره. انت لو ما عندكيش الفن وما عندكيش نوعيه العين اللي تقدري تحكمي بيها على العروسه او الموديل ايا كانت اللي قدامك، هتقدري تكوني خبيره تجميل بالتعليم؟ هيبقى شغل. تمام. هيبقى شغل زي الحد اللي بيحفظ وما بيبقاش فاهم بالظبط. بيبقوا حافظين حاجات بيخشوا يرصوها. مهما كانت بقى الوش قدامهم مربع مدور، العين طالعه العين نازله، هو حاجه بيرصوها.
لسه طبعا كنت هسأل حضرتك نوعية الوش، تقسيمة الوش ورسمة العين والمناخير، هي من أول نظرة لحضرتك على العروسة أو على الموديل بتعرفي هتستخدمي إيه معاها وهتعملي أنه لوك معاها؟ اه طبعا بيبقى معروف كل وش بيبقى ليه رسمة، طب يعني كل وش بيتنحت نحتة معينة. لو في عروسة مثلا وريت لها صور معينة وطلبت منك لوك، بس انتي عارفة ان اللوك ده مش هيطلع معاها، بقول مش لها هيبقى حلو ما تسمعش كلامها، ان بجد؟ هي هتطلع في وشي، اكيد. هتطلع طالعة من عند روعة الموجي، فانت هتطلعي على مزاجك انت. طب ما انت هتبقي وحشة، وخلي بالك ان دايما العميلة بتبقى جاية واثقة بثقة عمياء موضوع ان هي تبقى عروسة، وليلة دخلة بالذات بتبقى جاية لازم هي تبقى ليلة عندها العمر ثقة بالنسبة لها. عمياء في اللي هي هتحط ايدها في وشها. إيه لولا كده تفضل بقى هي متوترة، ودي طبعا انا برفضها، اي واحدة متوترة انا برفضها، ما كانش عندها ثقة فيا اصلا مش هتقتنع بأي حاجة هي هتعملها. بتبدأي تعملي زي ورم اب مع الـ أنا بخيرها مع الـ مع العروسة، وتبدأي تفكيها حتى لو هي تنشن او هي لازم خايفة لازم او قلقانة. لازم هي تحبني قبل ما اشتغل معاها، دي هتسيبك أول حاجة. تتحبي على طول. ربنا يخليك، ربنا يعزك يا رب. احنا معانا تكريمات ومعانا صور زي ما قلت لحضرتك من بقى حضرتك في الميك اب ارتست او في مجال التجميل، تقدري حضرتك تكلمينا عنها ونطلب من الاعداد ان هو يحضر لنا الصور؟ اتفضلي. والله هو تاريخ بقى، يعني ايه، في حاجات ممكن افتكرها، في حاجات ممكن ما افتكرهاش. ومعانا الصور معانا على الهوا دي كنت تحت. في مهرجان الفرسان، كان معمول فين يا كنت فندم؟ هنا في النادي الرياضي اللي جنب مدينة الإنتاج. تمام. كنت داخلة بعروسة اعملها ميك اب ولف طرحة بس انا ما كنتش اعرف كده، انا كنت عارفة ان انا ايه هطلع عروسة بس مش عارفة هطلع فيها ايه. اتفاجئت ان 45 دقيقة قدامي اعمل لوك كامل عروسة، والحمد لله ربنا كرمني ونجحت واتكرمت. الحمد لله. الحمد لله يا فندم. دي العروسه اللي احنا طلعنا بيها في وحضرتك في المهرجان ده كسبتي؟ خدت ميدالية برونزية اها بتتعرض دلوقتي برضو، تمام وخدت شهادة تقدير تمام الحمد موافقه لله. دايما يا فندم. ربنا نكمل يبارك. الصور. دي شهاده التقدير. شهادة تقدير في البروتين. تمام. البروتين. هنرجع للبروتين وهنتكلم على البروتين وهنكمل صورنا اللي معانا، بس بعد ما ارجع لاستاذه امل بجدد الترحاب بحضرتك يا فندم. عايزين نتكلم على نوعيه الدرجات البشره، درجات البياض او السمار او الخمريه. تمام. ده بيتطلب من حضرتك ايه؟ اول ما بتيجي العروسه قدامك في المركز بيتطلب منك من النظره الاولى تحديد اقدر ازاي؟ احدد النوع اللي هي بشرتها محتاجاه، ان انا هتعامل معاها ازاي، او هي محتاجه مارك ايه او كده. تمام. طيب في عروسه ممكن تيجي تقول لك لا انا عايزه ابقى بيضه قوي، انا عايزه اكون بيضه، هي لا عايزه طبعا، لان مثلا هي محجبه فما فيش اجزاء تانية من جسمها تطلع، انت هتقولي لها ايه لا عشان تقنعيها؟ انا اقنعها ان هي في الاخر لازم تطلع من تحت ايدي جميله، وده تمام اللي مطلوب مني، ان انا لازم اطلعها من تحت ايدي جميله. تمام فانا هقدر احدد واقدر برضك اقنعها بشكل مرضي، ان انا يعني ثقي فيا ان انا هطلعك برضك زي ما انت حابه، بس بذوق انا، بان انا برضو يعني حاسه ان انت ايه اللي هيبقى ليكي كويس. حضرتك بتبداي مع العروسه من قبل الفرح بكام يوم؟ يعني باسبوع بحاول احضر اسبوع. بشرتها او كده، كانت عامله بروتين او حاجه، يعني البروتين مثلا قبل الفرح أو يعني 15 20 يوم. الميك اب بقى وكده ببدا احضر بشرتها قبلها بثلاث اربع ايام مثلا. ممكن نقول الخطوات اللي بناخدها علشان نحضر العروسه وبشره العروسه ليوم الفرح؟ بعمل لها تنظيف بشره قبلها ده بثلاث اربع ايام، غير بقى ما بتجيلي يوم الفرح طبعا ببقى مقفله المسام بتاعتها يوم الفرح. بعملها بقى الميك اب بعدها. تمام. لو العروسه عندها مشاكل في البشره، تمام، حفر او حبوب او اي حاجه، بتلجئي لايه؟ وهل في مشكله جت حضرتك تعرضتي ليها عروسه تقولي لنا مثال مثلا اتعرضتي ليه كانت حاله صعبه جدا ويوم الفرح هي واهلها كانوا مبسوطين من شغل حضرتك؟ لا، هي كانت مثلا عروسه كان وشها مثلا يعني ايه حبوب، وكان في نفس الوقت يعني في مشاكل كتير تانية، حفر او حبوب او فطبيعي انا اخرام او كده. يعني مثلا بالميك اب هقدر ادير الحفر، تمام، لكن الحبوب برضو مش هبقى مثلا مش هقدر اخفيها قوي، بس في نفس الوقت بحاول اعمل التغطيه المناسبه لبشرتها ان انا تبقى حلوه في الاخر، تبقى جميله في الاخر، يعني ما تبقاش حاجه باينه برضو منها.
لا يا ما شاء الله كانت مبسوطه منها جدا يعني، كانت باينه طبيعي، ما فيش اي حاجه في بشرتها ولا كانت ظاهره اي مشاكل معاها، لا ما شاء الله يعني. تمام. طب احنا حضرتك عندنا في البداية خالص مثلا في عيوب البشرة او مشاكل البشرة والبروتين وعملت بروتين قبل كده وسيء ولا مش سيء نقدر نعيد عليه تاني قبل الفرح او غيره، اول ما بتشوفي حضرتك العروسة بتفضلي انها تجيلك قبل وقت قد ايه من الفرح؟ انا بحب اشوف العروسه قبل الفرح ب 20 يوم. ب 20 يوم. اه بتديها كورس مثلا تاكل ايه، تنام امتى، تصحى ايه طبيعي. اه الطبيعي؟ طبيعي. اه عشان بشرتها او كده بقى في حاجات مثلا عندي، لو هي مثلا جايه برضو يعني طبيعي بقى في ارهاق وعندها وكده، فطبيعي لازم انا عندي بديل ان انا برضو يعني اعادل بشرتها او اظبط لها بشرتها او كده. لكن البروتين بقى قبلها ب 20 يوم لو بما في. ان حضرتك من المنصورة وكلنا تمام بنسمع طبعا عن جمال بنات المنصورة، الله اكيد يخليك طبعا بما الله حضرتك، يخليك. في بيجوا مثلا لحضرتك يقولوا لك مثلا احنا عايزين نعمل لوك الفلاني وتجيب لك صورة، تمام وانتي لو الصورة دي قدامك انتي متأكدة 1000000% انها هتطلع وحشة، انت ساعتها تمام بتعملي ايه؟ ماشي. هي جايبه لي صوره عجباها هي بس مش شخصيتها هي، تمام. فهي جايبه لي برضو صوره تصوير وشخصيه مش شخصيتها. طب ما احنا ممكن برضو احاول يعني اخد من الشخصيه ده حاجات اللي انت جايباها، وما يناسب برضو لون بشرتك ايه مع شعرك ايه، ممكن برضو في حاجات هي عندها تمام حلوه بس عندك ما تنفعش طبعا. مركز حضرتك فين في المنصورة؟ في شربين، مركز شربين، مركز مركز كاريزما. كاريزما. اه اه لا اسم حلو اصلا. الله يخليك حبيبتي. الله. الله تسلم. طب اكمل مع حضرتك لان تمام الموضوع ده مهم جدا، في عرايس كتير جدا بتبقى عندها مشكله انها بتلخبط نفسها في الميك اب ارتست، تمام وتدخل على صفحات وتطلب من الناس رشحولي رشحولي رشحولي. تمام امتى اعرف ان الميك اب ارتست حد بروفيشنال؟ انا كعروسه او كموديل او كاي حاجه، اي ميك اب ارتست بيبقى عندها شغل، تمام عندها صور، عندها بيج طبعا، وهنتكلم عن البيج دلوقتي، بس انا عايزه اعرف انا كواحده عاديه مش ميك اب ارتست امتى احكم ان الميك اب ارتست دي حد محترم او حد بروفيشنال في شغلها؟ طبيعي بتبان في صورها، بتبان في شغلها. انا كميك اب ارتست افهمها اعرف ان انت شغلك حلو، ان هي فعلا مقتنعه، وان ان بتطلع كل وش ان هو طبيعي، في نفس الوقت بتديله جمال وفي نفس الوقت طبيعي، ما يبان معاكي طبيعي، بتخفي العيوب اللي فيه بتظهر جماله. ده واجب عليا كميك اب ارتست. لسه كنت هسأل حضرتك، بالنسبة لك الميك اب ارتست الشاطرة اللي تغير الشكل ولا اللي تبرز الملامح؟ حتى تبرز لو مش باين ان انا حاطة ميك اب كتير. تمام تبرز الملامح الحلوة وتخفي الملامح العيوب، تمام وفي عيوب نفس البشرة الوقت ايا كانت. وطبيعي بقى لو يعني زي ما انت قلت في الاول مشكلة الحبوب، فمطلوب مني ان انا برضو اغير الشكل هنا، ده الطبيعي يعني اللي هو ميك اب ارتست ده المفروض اللي انا اعمله. تمام. ارجع لحضرتك تاني يا استاذه روعه، عايزين نتكلم بقى عن البروتين. تمام ثوره في العالم الحديث البروتين، وكان من قبلها الكرياتين والكولاجين، وعمالين نسمع كل يوم عن اسماء، وفي ناس استغفر الله العظيم يعني بيستخدموا مواد غير فعاله ومواد سيئه، ويقول لك لا ده نو فورمالين او غيره او غيره او غيره. عايزين نتكلم بسلاسه، ايه هو البروتين وبيعمل ايه، وامتى نعرف ان البروتين ده صالح للشعر؟ هو سؤال حلو قوي وطويل قوي هيبقى معانا طول الحلقه سؤال طويل قوي. احنا اللي بنميز البروتين مش العميله. يعني حضرتك اللي تقدري تقولي البروتين ده صح ولا لا، يعني انا كعميله ما اقدرش اشتريه لوحدي؟ لا ولا انا برضو اقدر اجيبه من اي مكان، لازم مكان يبقى موثوق فيه جدا، لازم يبقى من ايد دكاتره نفسهم، لان البروتين ده الحاجات المضروبه في السوق مبهدله الدنيا ومسوقه سمعه البروتين طبعا كله. طبعا انا لسه بقول لحضرتك مشاكل ما بعدها مشاكل. والله والله انا بيجي لي ناس يقولوا لي احنا رحنا عملنا البروتين ده يجي 70 مره وما عملش معانا حاجه، وشعرنا كله وقع وما اتفردش. وفي ناس تقول لي احنا عملنا البروتين، يقولوا لي اقسم بالله شعرنا ده بقى قد كده، اي حاجه جت عليها البروتين وقعت. ما كل ده مش بروتين اصلا، دي مسميات، دي مسميات اصلا. طب هو البروتين اصلا منشأه ايه او صناعته بيتصنع ازاي؟ لا صناعته دي بصي، في بروتين، كل بروتين ليه تكوين، اهم حاجه ما يبقاش فيه فورمالين. فورمالين دوت هي ماده حافظه، مش حاجه وحشه،
بس يعني الفورمالين مش هي مادة فرد الشعر؟ لا أو فرد الكسر؟ لا 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 لا، الفورمالين ده المادة الحافظة اللي بتحط عشان تحافظ على البروتين، تخليه عايش أطول وقت ممكن. تمام. بس والمادة دي مضرة للشعر؟ هي مش مضرة لو حطيتيها من غير أي حرارة، ما تبقاش مضرة. إنما مجرد ما البروتين يتحط عليه فورمالين ويتعرض لحرارة، طبعا البروتين بيتعمل بالمكوى، تمام، لازم ببليس وكبس كتير ده بقى هنا العملية بقى اللي بتعكس مادة الفورمالين خالص. تمام. بيتحول لمادة مسرطنة. يضر الشعر ويضر طبعا العميلة ويضر اللي بتشتغل كمان. طبيعي بيطلع دخنة، بيطلع دخان عليها فبتستنشق خلاص. خلاص كده، شكرا. المتخصصة كده خلاص، واللي بتشم اللي هي العميلة برضو خلاص، شكرا. مادة مسرطنة 100%، دي ما فيهاش كلام. هنتكلم على انواع انواع البروتين، وازاي نقدر نعرف اذا كان في فورمالين ولا لا. مستمرين في الجزء الثاني، الفقره الثانيه معانا هيكون كلامنا كله عن البشره وعن البروتين وانواع البروتين. فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني مشاهدين قناة الصحة والجمال، ومستمرين معاكم عن الجمال وجمالك مع روعة. ومعانا أستاذة روعة الموجي، خبير التجميل وصاحبة مركز ليلة العمر وهيلث هيد هيلث هير. بجدد الترحاب بحضرتك يا أستاذة روعة. وضم لينا للحوار زي ما بنقول، احنا عندنا مراكز تجميل بتكون مفتوحة، أماكن بتعرف للناس، بس في وسيلة تانية من وسائل الانتشار، او ان انا اعرف العملاء بيا، او اعرف اللي عايزين يكونوا ازاي جمال ويستخدموا اجمل حاجه موجوده علشان جمالهم وبشرتهم وصحتهم، في طرق من الطرق الجديده الاونلاين. ان انا اكون موجوده على الاونلاين، عندي صفحه او عندي بيج بحط عليها كل شغلي وببدا اعرف الناس بيا، والناس يبداوا يتصلوا بيا واروح لهم لحد عندهم. هيكون معانا استاذه بسمه ربيع، ميك اب ارتست ومتخصصه بروتين. اهلا بيك يا استاذه بسمه. وكمان هيكون معانا استاذه ياسمين عبد الجواد، ميك اب ارتست ومتخصصه بروتين. شرفتونا وشرفتوا قناه الصحه والجمال. زي ما قلت وقدمت حضراتكم، انتوا عندكم شغلكم اونلاين. تمام. تمام. الفيسبوك او الاونلاين بالنسبه لكم بيساعد ازاي ان الناس تتعرف عليكم وان انتوا تتعرفوا عليهم؟ ابدا مع حضرتك يا استاذه. طبعا لازم يساعد، لان في ناس كتير مش مقتدره ان هي تنزل تروح مكان. احنا بنسهل لهم الوضع ده، ان احنا بنروح لهم لغايه عندكم. تمام. أوكي. تمام. ده افضل بكتير يعني. طبعا أنا شايفة طبعا إن في ناس دلوقتي كمان بيبقى افضل، والبنات اللي بتطلب كتير بتطلب ان الميك اب تروح لها لحد عندها، الميك اب ارتست او المتخصصه انها تروح لها لحد عندها. اسهل ليها كتير، اسهل ليها. تمام. اوكي. برحب بحضرتك تاني. اهلا استاذه اميره، انا نورك. ربنا يخليك يا فندم. عايزه اتكلم مع حضرتك عن البشره. تمام. احنا اتكلمنا شويه عن الميك اب، واتكلمنا على ازاي ان احنا ننتقي نوعيه الفاونديشن، او ازاي ان انا العروسه عندي اقدر ان انا اعرف اللوك الصحيح ليها. تمام. انا عايزه بقى اتكلم مع حضرتك عن البشره نفسها. انا مش عروسه. تمام. انا دلوقتي بنت عاديه عندي مشاكل في بشرتي، سواء كانت المشاكل دي بقى حبوب، او سواء كانت مسام واسعه او هالات او بقع. انت حضرتك كخبيره بشره بتتعاملي مع البشره ازاي، وبتدي نصايح ازاي للي قدامك؟ تمام. البشره طبعا انواع كتيره جدا. لو عندنا بشره عاديه صافيه جميله، اولها علاج ليها الميه. الميه ده اساس الحياه بالنسبه للبشره والشعر والجسم الانسان طبيعي. هي الميه هي اساس كل حاجه، بس طبعا في عوامل بيئيه بتاثر على البشره فلازم اني اعالجها. نبتدي منين بقى؟ من اساس ايه؟ اول حاجه لو عندنا مثلا بشره فيها حبوب او حاجه تراكمات فيها، نبدا نعالجها. نعالجها ازاي الحبوب اللي في البشره؟ اول حاجه في حاجه اسمها مثلا
غسول بشرة خاص بالأكني مايسن اللي هو الرول كده بتحطيها على البشرة على الحباية نفسها عشان خاطر تموت الصديد اللي هو في الحباية. بناخد حاجة عن طريق الدم سيستميك كده مضاد حيوي مثلا، مضاد حيوي برضو عن طريق الايه اللوكن من بره على البشرة نفسها. وبنغسل من طول الوقت للتاني البشرة بمية موردة بالنسبة اللي عندهم حبوب. وبناخد حاجة كده سيستميك حبوب زنك كده عشان خاطر نعرف نعزز البشره، نخلي الانسجه بتاعتها عشان خاطر تعالج معانا الحبايه دي. بنمشي على الكورس ده مثلا بتاع 3 شهور. طبعا لان الحبايه مش هتعالج من يوم التاني، لان هي راس معبيه صليب، بالتالي ما نقدرش نيجي عند الراس دي لانها مليانه بكتيريا. لو جينا عندها ونقلنا على المكان التاني طبعا بتعزز الباقي بكتيريا البشره فبتتملي حبوب اكتر. يعني عدم لمس الحبايه بالظبط، دي اول حاجه بالظبط. ولا احاول ان انا افتحها ولا انضفها ولا اي حاجه، هو بس السيستم بتاعها ان انا امشي على العلاج اللي هو عن طريق الدم سيستميك وحاجه لوكال كده من بره على البشره لمده 3 شهور مع الغسول اللي هو بتاع الحبوب مع الميه النار طول الوقت. وممكن كمان اعمل لها حاجه حلوه قوي، اعمل جلسات طمي للبشره يعالج لي الحبوب ده من وقت للتاني. تمام. طب بعد اذن حضرتك، المسام الواسعه مشكله كبيره. تمام. احنا نعرف منين ان عندنا مسام واسعه؟ تبقى باينه قوي، تبقى باينه بالذات البشره الدهنيه بتبقى مفتحه كده ومنقطه كده ومخرمه طول الوقت، حرف التي ده كده بيعرق طول الوقت. فبنعملها ازاي؟ مثلا علاج حاجات في البيت ما كلفش نفسي، نجيب مثلا بياض بيض او حاجه وعليه كده عصره ليمون ومعلقتين نشا، ده بينظف عمق البشره نفسه تنظيف عميق كده وحركات دائريه. بصي ما تلاقيش الكلام ده، تقفلي بعديها بقى البشره بايه؟ تلجايه كده سهله او ميه موردي كده على البشره من بره بتقفلي بيها المسام. بتبقى ساقعه يعني، يا التلج يا اما انا بتلج الميه الورد نفسها واعملها مكعبات. بتبقى تلج كده على بشرتي. حتى حمام الميه الدافيه لازم اطلع برضو اعالج الايه؟ البشره منه المسام بتاعتنا تلجايه او ميه ورد. طب تمام. حتى المطبخ وانا واقفه فيه بعديها لازم اعمل كده. هنتكلم عن الوصفات الطبيعيه مع حضرتك. تمام. بس ارجع لحضرتك يا استاذه بسمه معايا، عايزين نتكلم عن البروتين. كنت قبل الفاصل بتكلم مع مدام روعه واتعرفنا ببساطه كده عن البروتين والفورمالين. احنا عايزين نتكلم عن الانواع، انواع البروتين نفسها لكل ايه وايه الشعر اللي انا اقدر استخدم معاه بروتين، ولو ده شعر مجهد وصعب جدا اقدر ان انا اصلحه ازاي او اكون معاه ازاي؟ ده حاجه بقى بترجع للمتخصصه. احنا اللي بنتحكم في نوع البروتين مع كل نوع شعر. بنشوف الشعر المجهد المسبوغ الضعيف الافريقي، وخصوصا الافريقي احنا من اضعف الشعور الافريقيه، من اضعف الشعور واسوأ كمان، لانها بتبقى ملفلفه جامد فبتبقى فيها تملي. من الصعب قوي تلاقي شعر افريقي فتلته جامده، تملي نلاقيه شعرية خفيفه رفيعه ماسكه قوي جافه. في شعور قطنيه الجديد قوي المصطلح ده عليا، يعني ايه ده مصطلح شعور بيشرب لازم نعملها معالجه. بص تلاقيه هاشش هاشش يعني هو هايش قوي، لكن لو مسكتيه تلاقيه كله حبس صغير زي القطن. بيمتص دهون كتير جدا. ده من اصعب الشعور، مع ان هو المفروض اسهل بيتفرد بسرعه. مش موضوع اسهل، ده شعرايه شاربه نسبه دهون وزيوت عاليه. صعب قوي تخليه يشرب بروتين معاكي، وفي نفس الوقت ضعيفه جدا، حريصه جدا، هتشتغلي بحرص جدا جدا. تخافي تحطي بروتين حامي احماضه عاليه، تخافي تشتغلي بحراره عاليه. كل الحاجات دي بتبقى ضعيفه جدا جدا، بتتاثر بحاجات كتير قوي حواليها. تمام. فدي من اصعب الشعور. كل بقى بروتين بنتحكم فيه على حسب كل شعر. تمام. في شعور ما بتحتاجش اصلا بروتين، تبقى محتاجه الترميم، تبقى يعني هو ده اللي انا كنت بسال حضرتك عليه. لو في شعر عمل كذا مره بروتين واجهد واتبهدل خلاص، بس غصب عني السيده محتاجه انها تظبط شعرها، فالحاله دي بتلجئي للترميم اللي هو ايه بقى؟ كلها مواد ترطيبيه، فيتامينات، حاجات كلها بنرمم الشعرايه، نبني بنعيد روابط الشعرايه ببعضها. الشعرايه دي بتبقى خلاص اتعرضت لحاجات كتير قوي، فككت الروابط من بعضها، روابط الشعرايه ضعفت. اقل حاجه، اقل حراره، ما بنعرضهاش لحراره خالص نهائي،
اقل حاجه فيها تبصي لقيت قطمت معاكي وقعت تمام. فبنبتدي بقى نعيد روابط الشعرايه دي بالمواد الترميميه اللي احنا بنستخدمها. يعني المواد الترميميه دي مواد طبيعيه؟ طبيعيه، ما فيهاش اي حاجه ليها علاقه بالكيميكال او حاجه خالص. تمام، ارجع لحضرتك تاني يا مدام روعه، ومكملين على موضوع البروتين. لو في دلوقتي البروتين، هل بيأثر على الحامل او بيأثر على بترضع او بيأثر على اي حد عنده مرض او تعب معين؟ بصي، هي اي حاجه بتتعمل غلط بتأثر على اي حاجه. تمام، فده في ايد المتخصصه برضو اللي بتعمل البروتين. هتشتغل صح مش هيبقى في اي اضرار. البروتين دوت يعني اكون او لا اكون، لو المتخصصه يتعامل صح يا لا، مفيش وسطيه صح، لان هو لو اتعمل غلط اضراره كتير قوي. تمام، لو اتعمل صح ملوش اي اضرار. يعني بصي، اكون او لا اكون من اول ده في ايد المتخصصه نفسها. متخصصه شاطره، دارسه كويس، مارست الموضوع كتير، وعارفه هتتعامل مع الشعر ازاي، هيبقى 100 100. غير كده دمار. ممكن حضرتك تلجئي ان انت تطلبي او تقولي للست السيده اللي قدامك تاخد انواع من فيتامينات معينه مع البروتين؟ طبعا ده اساسي، لازم تعليمات، ده احنا لازم تعليمات تمشي عليها بعديها، لما كانش يتبوظ كل الجلسه وكل تعبنا وتعبها قبلها كمان. يعني في شعر ما ينفعش تشتغلي معاه اصلا، لا روحي يعني احنا في حالات ممكن نرفضها. ما ينفعش كتير بنرفض كده، تعمل بروتين كل شعريه عكس. ففي متخصصات بقى لا، انا عايزه فلوس وخلاص، تشتغل عادي. ده هي مش فارق معاها، وطبعا ده بيبقى بلا ضمير طبعا، لان في الاول وفي الاخر هي بتدمر شعر او بتدمر شخصيه، بتدمر كل حاجه. ده احنا لسه كنا بنتكلم على نفسيه المراه اصلا. التاج هو شعرها، يعني تاج المراه. تاج المراه شعرها. طبعا اكيد. يعني انت تبوظي شعرك او في ناس بترعى لازم تبنيه. في ناس بتخاف تقص تقص شعرها منبت كده. منبت عندك دلوقتي التربه وفيها ورد، عندي حته ارض وزرعيها ورد، ما ينفعش ما ينفعش احط في ال في ال في ال الارض دي حاجه تضر الورد اللي انا زرعاه ده. تمام تمام. يعني احنا مطالب معانا برضو حتى لو احنا بنروح لمتخصصه التجميل او متخصصه بروتين، مطالب مننا ان احنا نتغذى كويس وناخد فيتامين ونشرب ميه طبعا زي ما حضرتك قلتي. اكيد لازم الميه دي اساسي، يعني كل حاجه بتعملها قبل الجلسه عشان ما يحصلش تساقط. ده جديد الموضوع. يعني ايه بقى؟ لا، لما يبقى عندها مشكله احنا بنسال، احنا بناخد العميله قدامنا دي كاني دكتور قدامه مريض. خليل هتقول لك انت من البدايه، من البدايه انت مشكلتك ايه؟ عملتي ايه في شعرك في الفتره اللي قبل ما تجيني فيها في عمرك؟ يعني انت بتساليها على ايه؟ اكيد لازم اعرف عملت ايه. انا عندي في المكتب الهستري بتاعتها كلها، لازم تاخد عشان اعرف اتعامل معاها بعد كده. صفحه لازم تاريخ شعرك هتكتبيه بايديكي واحده واحده كده. انا مش هقعد اسالك عشان خاطر ما اتلخبطش، يعني لو 1% حاجه غلط ترجع لي انا وانا السبب، وانا مش عارفه في نسبه تساقط قد ايه، حصلت لك قشره قد ايه، عملتي بروتين كم مره، حطيتي مواد فرد ولا لا، حطيتي حنه فرد ولا لا، اي حاجه من دي، اي مشاكل قابلتك في شعرك. حتى لو ما فيش مشاكل انا عايزاكي تكتبي كل ده، وعلى كل اللي هي كتبته ده انا بتعامل معاها، بعمل تيست كمان وبديها روشته كمان تمشي عليها وهي ماشيه. لازم الافكار كده عشان ما تصدقهاش اصلا. يعني قالت لك ماشي مش عامله، ممكن تكون عامله بتكذب عليك عشان تخلص الليله. ايوه بس معظم اللي معلش انا اتاكدي من كل الكلام اللي هي لو انا لو قلت لها مثلا انا عامله مش عارف ايه، لما مش هتعمل لي لا، انا اول ما العميله بتخش حبيبتي لازم اعرف تاريخ شعرك ايه. ما بقولهاش بقى عشان هعمل، انا عندي اللي يصلح لحضرتك بس لازم اكون عشان اعرف هتعامل مع شعرك ازاي، عشان بس شعرك ما يتضرش. بالظبط، انما ما بخوفهاش، مش بقول لها انت لو عامله حنه انا مش هعمل لك انت، لا واحده واحده كده قبل ما اتكلم معاها في اي تفاصيل. انا عايزه اعرف تفاصيلك انت الاول قبل ما اتكلم معاكي. تمام، عايزه اعرف هتعامل مع الشعر ده ازاي. انت عايزه شعرك يبقى حلو وصحي، ولا عايزه شعرك يبقى حلو ويقع ما بقاش في شعر؟ لا اكيد طبعا ما فيش حد لان في ناس كتير وفي شكوى كتير جدا من بنات ان هو في اول اسبوع وفي اول شهر حاجه واو لذلك على حاجه حرير وناعم وما فيهوش بعدها الشعر بعد من كل حته في البيت بعد 4 شهور نباتات الشعر نفسها من اول شعر بينبت جديد. لازم لو نبت جديد بقى بينبت احسن من الاول من اول شهر. ده لو مشينا هو اصلا من اول شهر لازم شعر جديد يبتدي يظهر. تمام، بس لو بدا لو مشينا بالخطوات صح، لو يعني لو احنا مشينا المقدمات بتؤدي لنتائج. بس هي زي ما قالت روعه بالظبط كده، انا بدات معاكي من اول جلسه صح،
هتنتهي معاكي صح، مش هيبقى في اي مشاكل، وهي هتجيلك مره واثنين وثلاثه وهتجيب معاها ناس. تمام. طب الشعر اللي بيقع نتيجه الاستخدام الخاطئ للبروتين بيرجع تاني ولا ما بيرجعش؟ لا هو طبعا لازم يرجع تاني، في عوامل بتاثر عليه عشان ناخد له علاج ونوقف التساقط. لا هي قصدها الشعر الجديد، انا شعري دلوقتي وقع من مثلا من استخدام سيء من البروتين، لا بيرجع تاني لان المنبت موجود. على حسب بقى هي عملت ايه في الفروه الارض اللي انا لسه كنت هقول لحضرتك كده، في فراغات بتبقى موجوده من البروتين ممكن. لا ده ما بيبقاش بروتين، لا 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 ما يبقاش بروتين، ده يبقى في حاجه ثانيه، ده مواد فرد ثانيه. ما هو في كتير جدا من السيدات ما بيقدروش ان هم يفرقوا ده بروتين ولا مش بروتين. لا طب البروتين ليه ريحه؟ لا ما هو حضرتك يرجع لحضرتك ضرر عليا قبل ما اشتغل لها، علشان شغلك فيه النتيجه ان انت الاستنشاق ضرر اكتر منها بالظبط، زي ما مدام روعه ما قالت غصب عني ان انا اجيب لها حاجه سبيشال عشان خاطر تبقى معاها نتيجتها جميله ومضمونه. بس هو دلوقتي التلفزيون والسوشيال ميديا ما خلتش حد ما يعرفش البروتين ويميز الصح والغلط. لا 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 بتجيبي وتعمل في البيت، انا ده مش متخيله. لا بتعمل غلط جدا. لا والله يا فندم في بيشتروا عبوات، لا انا بتابع كتير على السوشيال ميديا وبتابع كتير على الجروبات، المخصصات نفسها للاسف ما بيشتروش عبوات. أيوة احنا ما بنشتريش من اي مكان، احنا نفسنا ما بنجيبنا من بره اصلا. ايوه ما فيش، ما بديش الثقه للمحل او للمكان بيبيع مستورد او حاجه. لا انت ما بيبقاش كومينيكيشن بينك وبين البروتين ده مصدره ايه ومعتمد ولا مش معتمد. لا لا ما ينفعش اللي بيجيبه حد بيقول عليه ده بقى اكيد مش معتمد، لان صاحب المنتج نفسه ما بيديش اي حد. تمام عشان ما يحصلش اللي حضرتك بتقولي عليه. ما هو اصل دي سمعه منتج، بتلجا لان سمعه منتج اكيد. أيوه. سمعه مكان. المكان ما هو لو انا اونلاين انا لو احنا كاصحاب يعني بس هي دي حضرتك احنا كاصحاب عايزين نوفر شويه. لا بس هي لان ثمن مثلا هوفر هنا هو لا ما هو احنا هو ده بقى الفتره اللي جايه من حضرتك. يعني في بنات كتير قوي يقولوا ايه احنا نجيب العبوه اللي هي اللتر مع بعض ونقسمها، لان كل شعر يعني ماكسيمم بياخد ربع 250 مللي او اكتر مش هيعرفوا يجيبوها. لو هم بنات اصحاب مع بعض مش هيعرفوا يجيبوا البروتين اللي المتخصصات بيشتغلوا. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، مفيش نتيجه بيجيبوها زي مليون عرض ومليون اسم ومليون إيه. حد يقول لك متخصصه بتبقى بتتعامل مع المنبع نفسه. تمام. ومش اي حد اصلا يرضى، يعني المتخصصه دي لازم يبقى موثوق فيها عشان الحاجه النظيفه دي تروح لها. طب لو اي واحده عاديه استحاله هتجيب الحاجات اللي هي اللي المتخصصات اللي هي كفاءتها عاليه. لان انت في الاول وفي الاخر بتخافي على اسمك وسمعتك. طبعا في واسم مكانك بيشتغلوا فعلا من تحت السلم. وانا اعرف ناس كده شخصيا. كلنا نعرف ناس دي. كلنا نعرف. لا هي سواء سمعه الشغل على فكره عامه، يعني سواء سمعه المتخصصات عامه، هم ما بيبقوش اصلا متخصصين، ما يفهموش يعني ايه بروتين، ما يفهموش اسس الجلسه ازاي، ابعد عن اضرار ازاي، بيشتغلوا خلاص. تمام. يعني اي حد يجيب لهم بروتين من تحت السلم اشتغلوا. لا وتخشي وتخشي تقول انا عملت بكام. انا عامل شعري اتفضلي. لا ما ينفعش، ده انا بقى من غير حتى ما اعرف تحضير البروتين وتحضير شعر. طبعا لا انا محتاجه اعرف ده. لا 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 ازاي بنحضر العمليه ان احنا نعمل لها بروتين؟ لازم نشوف تاريخ شعرها الاول زي ما انا قلت. دي من وحضرتك بنبدا بعد كده. طب لو فروه الراس مثلا فيها جفاف او فيها قشره او فيها اي حاجه تعالج، بتعالج الاول كل حاجه. انا بقول لك ليه، انا دلوقتي العميله جاتني انا بسال ليه الاسئله اللي كاني دكتوره دكتور متخصص. دكتوره انت بتاخدي انت قاعده قدامك دلوقتي عميله بتشوفي اسبابها مشاكلها. على فكره البروتين ده احنا بالنسبه لنا احنا ده بتبقى عمليه زي العمليه الجراحيه بالظبط. احنا ما بنخشش نعمل نحطه على شعره، احنا بنقعد مثلا ممكن 8 ساعات نشتغل مع العميله اكتر من 8 ساعات وممكن اكتر من كده كمان. انا حاسه الشعر انت مش عارفه اصلا انت ممكن تدي لنفسك وقت، تدي لنفسك وقت مثلا سي مثلا ساعتين هتخلصي. لا ممكن تدي معاكي 4 5 6 ساعات وانت واقفه على رجليكي بتشتغلي. ليه؟ لان انت مش عارفه نوع الشعريه دي هتقبل معاكي ازاي. على حسب نوعيه الشعر، على حسب نوع الشعر، على حسب طوله وعلى حسب سمكه وعلى حسب تسفله. في شعر بيطرد البروتين ما بيقبلوش ما بيشربوش. ممكن تشتغلي معاها وتمشي ومثلا ده اسمه الشعر العنيد وبيبقى تقريبا 1% او 2%. بنرجع نرجع لك يعني احنا بعد مثلا يعني احنا مثلا عملنا ونوعيه الشعر او فتله الشعر دي فيها تجعيده جامده جدا، فبعد ما روحت وغسلت
كسرت شعرها الكسره رجعت. احنا ما بنسيبهاش تمشي قبل ما نغسل الشعر. لازم احنا اللي نشوف النتيجه. وشوفي النتيجه بعد غسيل الشعر. احنا اللي لازم نشوف النتيجه بعينينا. النتيجه بعد غسيل الشعر ما تعرف النتيجه. في بقى ناس بتروح تغسل شعرها بعد يومين، في ناس بتروح تعمل الجلسه على 3 ايام. لا ده وده حاجه اكبر غلط. اكبر غلط ان الماده اصلا تبات على فروه الراس. ما ينفعش اصلا احنا يعني لو انا كنت اسمع ان في حد بيروح يوم ويرجع تاني يوم يعيد عليه. لا 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 ده يروح تاني ويرجع تاني. دي بقى بتاعت الكرياتين اللي فيه فورمالين وفي اضرار وبلاوي ومشاكل بعد كده. مش بيشتغلوا كده. لا ده غلط. غلط جدا. مثلا 6-7 ساعات على رجلينا. لا غلط. لا غلط جدا. بكره شويه عايز اقول لك على حاجه. يعني العرق بيضر. انا حطيت البروتين على الشعر، ما انا الشعر ده ما يمشيش بعيد عن عينيا لحد ما اغسل الشعر واشوف نتيجته بعينيا. بعدين غير كده كل الشعور زي بعض. في درجه حراره تنفع معاكي، درجه حراره ما تنفعش معايا. لسه كنت بسال، هو العرق بيضر البروتين ولا اساس حقيقه يعني اكتر حاجه بتطرد البروتين من الشعر؟ تمام. ليه؟ العرق ده فيه املاح بتفك البروتين. بتفك البروتين زي بالظبط. ما ينفعش نعمل بروتين ينزل بسين. بيبقى في حاجات لازم في حاجات بنحطها قبل. ما ينفعش مثلا نعمل بروتين نستخدم دش دافي. ما ينفعش. في حاجات معينه كده لازم نسمع تعليماتها بعد دهس البروتين. الموضوع كبير مش صغير. أيوة. على فكره عمليه. اي حد ليه في متخصصات بالطريقه دي. ليه بقى في متخصصات؟ مش اي كوافير تدخلي وتشتغلي في جلسه بروتين وانت مطمنه. لا ما هو مش اي كوافير هيشتغل. اكيد. يعني ايه يعني ايه مثلا واحده تخش تعمل شعرها وتقول لك انا عملت كل حاجه ب 500 جنيه. نعم. ردي. حد فيكم يرد؟ ايوه. شوف بيجيبوه منين ده؟ هو لا لا ده مش حضرتك. على فكره ده بيبقى زبده شيا وشويه فورمالين واشتغل. بس ده مش بروتين. خلطه بقى كده على الهوا. لا لا خالص. بقول لك ازاي ده هتعملوا لي 500 جنيه؟ لا 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 وتدخلي تشمي ريحه ودخان وكحه وحرقان بقى بذورك وحرقان في صدرك وحرقان في عينيك. ده اصلا بيجيب نسب سرطان فظيعه. يعني انا لو حد بيعمل لي بروتين وحسيت ان في دخان كتير. لا بصي احنا مش عايزين نربط الدخنه. نص فورمالين. احنا مش عايزين نربط الدخنه. ان في حاجات فيها نسبه زيوت عاليه وترطيب في البروتين ده فبتعمل دخان. عشان في ناس بتربط البروتين بيقولوا لا البروتين ده فيه دخان يبقى وحش. لا ما بيرتبطش بكده. لان كمان في شعر انت لازم تشطفيه كويس جدا عشان بيبقى شعر دهني او غيره. في شعر لا احنا بنتكلم بعد ما نحط البروتين. فانت لما هتشطفيه كويس جدا مش هيطلع دخنه خالص. في شعر ما ينفعش تشطفيه خالص. في نص شطفه مش كل الشعور. جزء من الماده الشعر محتاجها. روعه. فهميها ان احنا لما بنحط البروتين على الشعر بنسيبه وقت معين على حسب كل شعر. على حسب فتلة شعر اللي قدامك اللي انت بتشتغلي فيها. ساعة و... اقصى حاجه ساعتين بنسيب البروتين. أيوة. على الشعر ونبتدي بعد كده نشتغل في المرحله اللي بعدها اللي هي الكبس اللي هي المكوى. قبل المكوى دي احنا ممكن الشعر ده يبقى فتله ضعيفه جدا. عايزين نعمل ايه؟ نعمل إيه؟ البروتين الزياده على الشعر ده لو كوناه هيتحرق على الشعرايه هيضعفها زياده. لا بنخش نشطف شطفه كامله او نص شطفه على حسب نسبه الشعر اللي قدامك دي هيستوعب ايه. هو اوريدي خلاص بقى في ايه التقنيه الجديده في البروتين بقى خلاص اخترقت الشعر. البروتين خلاص دخل جوه الشعر خلاص. الزياده دي احنا بنشطف الشعر وننشفه ونبتدي نكويه. على حسب بقى فتله الشعر دي بنسيب عليها نسبه بروتين قد ايه هي اللي بتدخن معايا بس. لكن مفيش مش معنى مفيش لان احنا هنخاف على نفسنا اكتر من العميل. طبعا عن طريق الاستنشاق الدخنة دي بقى ممكن بتفرق ما بينها. العميله بتفرق ما بينها، المتخصصه بتفرق. ان اول دخنة لو هو فيه فورمالين ولا عينك تقدري تفتحيها ولا تقدري تتنفسي من الدخنة. تحسي ان في خلاص حد حط قفل مفيش اكسجين داخلك. تمام. اصلا العميله بتخاف من حاجه لو انت وقفتي معاها وفي دخنه ولبستي كمامه كده مصيبه. طبعا كده كده بتخاف كده. لو لبسنا لا يعني انت ما ينفعش انت واقفه فري عيد تعملي. حتى لو في دخنه مش مدره، دي دخنه زيوت طبيعي. تمام. اوكي. وطبعا اكيد بتفرق لتاثيرها على العين او غيره. يعني مدام روعه قالت لا في لو في حاجه فيها بتقفل اوفر بتقفل كل حاجه. هو انا لو حد جاب لي بروتين انا ما بشتغلش بيه غير لما اعمل تيست. اي متخصصه محترفه ممنوع تشتغل ببروتين حد يجيبه لها. انا ممنوع. مش تجاره هي على شرط لو انا فرضنا وانا اشتغلت بيه.
هقول لها كل الاضرار تخصك ما تخصنيش. حبيبتي انت هتاذي نفسك يعني الاول. لا لو هي جابتهولك نجرب يعني لا لا ما انا هستعمله لها صح على بقى كل حاجه مشينة. على سمعتي لا معلش افرضي افرضي انا دلوقتي فردت انت بالظبط انا في حاجه عند المتخصصه عايزه اوصلها النقطه دي. في ناس بتعمل كده بتقول لها يعني انا هعمل لك كل حاجه بس انا مش هو حاجه على لا معلش ما انا برضو افرضي افرضي في فورمالين انا ضريت نفسي لا ما اشتغلش لك هتاخد احتياطاتها انا هتلبس كمامه او لا لا معلش برضو ياسمين تاني ممكن يعمل انا اختلف معاكي في الموضوع ده لا لاني انا باذي نفسي قبلها. الناس بتعمل كده تقول لها ماشي انا هعمل لك كل دوت بس انا ماليش دعوه بالاضرار النتيجه بعد كده انت المسؤوله انا بوصلها كده معاكي يعني انا نصيحه لاي متخصصه ما تشتغلش في حاجه ما تعرفهاش اي ماده اي حد جايبها لي انا معلش ما انا هشتغل مره ممكن المره دي تعمل لي بلاوي بعد كده لا 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 معلش ويتضرر كمان بتاع العميل يا ستي هي المسؤوله عن البروتين بتاعها وعن شعرها زي الدكتور هي مش متخصصه هي ما تفهمش الاضرار معلش انا جات لي شغل لا مش هنتخانق الحلقه رائعه وفيها كميه اسئله كبيره بس انا عشان الوقت فعلا بجد خلص مننا انا عايزه بس جمله اخيره من حضرتك واحنا مستمرين مع حضرتك ان شاء الله في برنامج جمالك مع روعه. هل الجمال يتنافى مع الحجاب والحجاب بيأثر على الشعر وبيكتم الشعرايه وبيموتها وبيعمل كل الاضرار اللي احنا بنسمعها الحجاب اساس الجمال في كل حاجه انا المركز طبعًا. بتاعي محجبات ومنتقبات فقط بس. العاملين ولا اللي بيدخلوا حضرتك لا اللي بيدخلوني ما طبيعي ان احنا اصلا ستات اللي بنشتغل فيه لا اللي بيدخلوني انا محجبات ومنتقبات بس طيب يعني الحجاب ما بيكتمش فروه الشعرايه او فروه الراس او الكلام ده كله مفهوم غلط احنا طيب. اللي بيبوظ الشعر وبيبوظ فروه الراس الاستخدام الغلط طيب. ان انا بستعمل شعري غلط بستخدم فروه راسي طول الوقت ان انا كاتمه شعري ده اصلا غلط يعني تيجي عليا وقت لازم لازم اهويه ولازم افكه ولازم استخدم البندانات كمان القطن او اكبر غلطه بنرتكبها كلنا في الصيف اكتر ان احنا بنغسل شعرنا وننزل تمام ميه وكتمناه معلش انا عندي حته ارض سقتها ميه وما بتتعرضش للهواء ولا شمس هتعمل ايه جملة أخيرة من حضرتك في نهاية الحلقة أستاذة بسمة ربيع ميك اب ارتست متخصصة بروتين جملة أخيرة من حضرتك تنصحي الستات بإيه؟ أنصحهم يدوروا على مراكز صح أو متخصصات صح وبلاش بلاش بلاش الحاجات اللي على النت دي اللي بيجيبوا أي حاجة رخيصة ويحطوها في شعره تمام نهاية اللقاء مع حضرتك أستاذة ياسمين عايزة ماسك عايزه حاجه طبيعيه بدل ما نقول نصيحه لا نختم بماسك تمام الكولاجين الطبيعي كولاجين طبيعي للبشره عندنا يعني هذكر اسم معلش بقى اسمه البان دكر كده من عند العلاج لا طبعا بننقعه كده وناخده في رولز نحطه على البشره او سبري بس رولز احسن ليه بقى بينشط خلايا بتاعه البشره ونلاقي نضاره ده اسمه كده كولاجين طبيعي في حاجه تانية بقى الشاي الاخضر اللي مشتقات لو عايزين اقول بقى اتفضلي طب ممكن نقول يعني ناخد نصيحه للسيدات تمام الشاي الاخضر ممكن اعمل فنجان كده الصبح كده منقوع واخد مناديل خشنه قناع احطها فيه واشرب وشي كله بالمنديل هنا هالات سودا اجمد الشاي الاخضر على المنديل في التلج بتاع الشاي الاخضر واحطه هنا كده هو دائرات كده بسيطه بايديا الشاي الاخضر بيعزز خلايا البشره تمام يعني الشاي الاخضر والبان الذكر ده كولاجين كولاجين كمان طبيعي. سكريب كمان شاي اخضر سكراب طب ممكن نقول بسرعه معلقتين شاي اخضر بس مطحونين وعليهم عصير ليمون وعليهم عصير عسل نحل ومعلقه دقيق بيبقى كل قوام معايا كده سميك قوام كريمي بالظبط بفرده على البشره خلال نص ساعه الميه فتره كده واغسله بعديها بقى ممكن ارطب بزيت خروه او زيت لافندر او زيت زيتون بشكرك جدا استاذه ياسمين ارجع لحضرتك بختم بقى ومسك الختام هيكون مع حضرتك يا استاذه روعه تدينا نصيحه نهائيه نختم بيها حلقتنا نصيحه للشعر خلينا في الشعر عشان معظم الحلقه النهارده عن الشعر تمام. طالما انا منظفه فروه راسي كويس جدا مرطبه شعري كويس جدا مش هيبقى فيه مشاكل ان شاء الله ان شاء الله وفي حاجه بقى انا عايزه اقولها انا طبعا بقولها في كل برنامج اي عروسه يتيمه هتخرج من عندي من غير ولا تعريف طب تمام حضرتك مكان حضرتك مكان المركز مكان حضرتي في مطار امبابه تمام يسالوا بس فين تمام هي توصل
تمام خلاص يبقى حضرتك بتقدمي عرض من مركز حضرتك ومن برضو من مركز استاذه امل الحديدي اللي كانت معانا في الفقره الاولى مركز كاريزما بالمنصوره، بتقدم برضو العرض ده ان اي عروسه يتيمه المركز بيخرجها بكل الحاجات اللي كلها عروسه. يعني احنا ده كده عرض حلقتنا النهارده، اي عروسه يتيمه يعني على طول اي حالات زي كده احنا فيها ما بنقولش لا. شكرا. وانا عندي برضو المتخصصات بيروحوا برضو بيروحوا اونلاين برضو. شكرا، انا كنت سعيده بالحلقه جدا وتشرفت جدا بينكم. انا مش عايزاها تخلص والمخرج عمال يكلمني جديد. اشكرك يا فندم، اشكرك يا مدام روعه، وان شاء الله مستمرين مع حضرتك. مشاهدينا الكرام، يا رب تكون حلقتنا عجبتكم، وانا متاكده ان انتوا استفدتوا منها. انتظرونا الاسبوع القادم وحلقه جديده من حلقات برنامج جمالك مع روعه. تحياتي اميره يحيى، الى اللقاء.